انطلقت هذا اليوم أولى جولات الحوار الاستراتيجي بين العاصمة العراقية بغداد وواشنطن لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الذي يحدد مستقبل العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين. ذلك وسط تباين سياسي في الداخل العراقي، حيث ينقسم السياسيون العراقيون حول هذا الحوار، فغالبية القوى الشيعية تصر على تحديد موعد زمني لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وهذا ما لا يؤيده الأكراد والسنة. ويأتي هذا الحوار الاستراتيجي المزعم عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد نحو 12 عاما من توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية بين البلدين.